زوم سانتي. زوم سانتي. أهلا وسهلا بكم في زوم سانتي، تحقيقاتنا الميدانية والعلمية والطبية بامتياز، تحيين حول وضع الوبائي في ولاية القيروان، هذا وأكثر الوضعيات باش نعرفوها في حوارنا اليوم مع الدكتور عمار الجمي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات حياة اف ام. كنا لك ارتفاع يعني ملحوظ هذايا في مختلف الولايات، والحمد لله بالنسبة لولاية القيروان بالمقارنة مع الولايات الأخرى لا تزال النسبة أقل من 100 على 100 ألف ساكن، وهي لحد الآن في بالنسبة للأربعة أشهر الأخرين في حدود 74.2 على 100 ألف ساكن. الحقيقة فما ارتفاع بالمقارنة مع الأربعة أشهر اللي سبقوهم اللي كانت في حدود 15.8 على 100 ألف ساكن، وهنا فما ارتفاع يعني واضح بالنسبة لنسبة الحدوث. بالتالي دونك هنالك ارتفاع يعني نشوف فيه حتى معناتها ظاهر يعني العيان، والحمد لله كما قلت معناتها مازالت النسبه دون ال 100 على 100 الف ساكن، هذا كمعدل جهوي. خلينا ناخذ فكره على نسبه الايجابيه في التحاليل، نسبه الايواء في مستشفياتنا كسواء ابن جزار ولا الميداني، عن وفيات والا عن بعض الوضعيات الخطيره والا لا في ولايه القيروان دكتور؟ هو بالنسبه معناتها الاحصائيات نتاع ال 14 يوم الاخرانيين كما قلت هي نسبه الوفيات كانت في حدود 0.7 على 100 ألف ساكن بالنسبة لـ 24 اللي سبقوا، توا هبطت لـ 0.3 على 100 ألف ساكن، دونك هنالك انخفاض حقيقة في نسبة الوفيات. احنا تعرفوا منذ بداية الجائحة سجلنا لحد الآن 1042 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وللأسف معناتها ربي يرحمهم واحنا نرحموا عليهم بهذه المناسبة. قد سجلنا يعني حالتي وفاة في شهر ديسمبر، بالنسبة لشهر جانفي لحد الآن يعني تم تسجيل 6 وفيات. بالنسبة لنسبة الحدوث اللي هي نعتمدوها كل 14 هذا مؤشر معناتها هذا نعتمدوه احنا للمراقبة، كما قلت يعني هو 47.2 على 100 ألف ساكن، ولكن هي النسبة تختلف بطبيعة من جهة إلى أخرى. هذاك علاش يعني بالنسبة تم أخذ إجراء يعني الكوفر فيو في معتمدتي القيروان الشمالية والجنوبية، باعتبار أنه نسبة الحدوث في القيروان المدينة تجاوزت 100 وهي في حدود 158.3 على 100 ألف ساكن. 158.3 على 100 ألف ساكن. 100 ألف ساكن. هذا في معتمدتي القيروان الشمالية والجنوبية. وهذا بالطبع النسب تختلف يعني من معتمدية لأخرى، لكن كما قلت يعني المعدل الجهوي لا يزال دون 100 على 100 ألف ساكن، وهو في حدود كما قلت ذكرت 74.2 على 100 ألف ساكن. دكتور كان تسمح لي تو نسبة إيجابية التحاليل، معناتها صافلت الرياليتي خاصة مع تدخلك المرة الأخرى، قلت لنا راهي فما ناس تمشي الفارماسي وما يتمش إعلام، فما ناس يمشي البارا فارماسي ما يتمش إعلام، دونك الرقم هذا ماهوش بعيد برشا على الواقع على الأقل. لا هو الحقيقة هم موجود بعض الحالات اللي كما قلت يمشوا معناتها للصيدليات الخاصة، يمشوا معناتها الأطباء الخواص. الحقيقة هنالك معناتها فما يعني الناس مشكورين اللي هم يدخلوا على المنصة ويسجلوا، لكن للأسف فما بعض الناس اللي هم ما يسجلوش، ولكن أنا نعتبر حسب تقديري الخاص هذه النسبة مش معناتها كبيرة برشا، لأنه يعني عدد معناتها في ما يتقاس بالعدد لكن يتقاس بالنسبة، النسبة هذه تعتبر ضئيلة وضئيلة جدا. إذا كان احنا نعملوا معناتها ريكتيفيكاسيون معناتها تحيين شوية كل شيء، نلقوا احنا نعملوا هذه وهذه ديما معناتها اللي حدد نسبة الخطورة بالنسبة لولاية القيروان لا يزال معناتها متوسط حقيقة، مش على غرار بعض الولايات الأخرى المجاورة اللي هي نسبة الخطورة فيها مرتفعة ومرتفعة جدا. احنا والحمد لله لحد الآن في ولاية القيروان مازالت نسبة الخطورة تقاس هذه بطريقة علمية، يعني هي نسبة خطورة متوسطة. دكتور نسبة الإيواء أو امتلاء مستشفى ابن جزار والمستشفى الميداني، احنا لحد الآن بتاريخ يعني 16 جانفي 2022 عندنا تم إيواء 17 مريض، والحمد لله ما فماش الحالات يعني حالات متوسطة تاخذ الأكسجين وكهو، فماش حالات خطيرة، ما فماش يعني في قسم الإنعاش ما فماش حالات يعني اللي هي حاملة للفيروس كورونا وهي في قسم الإنعاش. الإشكال هو ربما يكون في الوسط المدرسي، في الوسط المدرسي نعرفوا اللي توا لحد الآن احنا سجلنا 192 حالة اللي هذه تم إعلامنا بها، كما قلت ديما نذكر التاريخ لحد 16 جانفي، فيهم 135 تلميذ، فيهم 23 مدرس، 5 إداريين وعامل.
والحمد لله يعني كما نشوفه انه معناتها الحالات هذه هي حالات ماهيش خطيره برشا، وهو معناتها يشبه الجريب. وتعرف انت اللجنه العلميه الاجراء الاخذيه يعني من التقليص في بالنسبه للعزل من 7 إلى 5 أيام، انه هذا يعني عنده ثوابت علميه باعتبار انه الفيروس هذا ما يبقاش برشا في البدن بعد 5 أيام، معناتها يصبح ما يعديش حتى يعني حتى كي تعمل التيست. احنا بالنسبه للناس اللي تحب تعمل التيست كل شيء ماذا بينا يعملوا التيست في الاول قبل ال5 أيام، راهو من بعد 5 أيام معناتها بالطبيعة مش تطلع له تيست نيجاتيف، يكون هو بالطبيعة حامل الفيروس. باهي توا دكتور خلينا نفهم نقطتين مهمين. أنا كيفاش تحبني نفرق بين الجريب العادي مع تبديلة الطقس هذايا وما بين الأوميك معناتها الكورونا، وأنا خاصة نبدا ملقح اللي قلتونا كي تلقح راهو تجيكم خفيفة أعراض أخف، كيفاش تحبني نفرق أنا توا دكتور؟ هو يعني هي العلامات الحقيقة معناتها متشابهة بين معناتها الجريب وبين الكورونا، احنا كل واحد عنده العلامات يجي يعمل معناتها التحاليل نتاعو، خاصة كما قلت بالنسبة ل5 أيام الأولانيين، ولذا كان معناتها التحاليل يكون سلبي فهو فما نسبة كبيرة يكون اللي هو الجريب. ناهيك ان احنا بالنسبة لنا احنا في ولاية قيروان قاعدين يعني لاحظنا انه ثم ناس عندهم العلامات عندهم الأعراض، ورغم ذلك يكون معناتها التحليل نتاعهم يعني سلبي، وأعطينا تعليمات باش انه ناخذوا بعض الشنط يوم بعد يعني التحاليل اللي نبعثوها للمستشفى ساب نيكول باش نشوفوا هنا فما يعني الجريب ولا الكورونا. بالملاحظه هذه الملاحظه هذه جاتنا برشا اتصالات تو عليها دكتور الحقيقه، يقول لك والله مشيت عملت راني تيست ونيجاتيف اما لي سامبتوم قويين وباينين، معناتها لان الطبيب يقول لك برا زيد عاود. هذه اتصلوا بينا برشا في الحالات هذه دكتور. شوف احنا الحقيقه هنالك فما ضغط كبير خاصه بالنسبه على المخبر الجوي وكل شيء، لذا كانت تكون معناتها التحاليل يعني السريع التحليل السريع يعني سلبي وهو يكون حامل معناتها للاعراض آلين يجب يقوم بتحليل بي سي ار. دونك بي سي ار اذا كان معناتها التحليل السريع سلبي والبي سي ار سلبي فما نسبه كبيره ياسر تقريبا معناتها مش يكون مش حامل الفيروس، ولكن كما نعرفوا ديما فما مارش يعني نسبه معناتها اللي هي سموها احنا اللي فو نيجاتيف، بمعنى انه يكون هو حامل للفيروس والتست يقولوا راهو نيجاتيف، النسبه هذه موجوده ماهيش فماش سنسيبيليتي معناتها او مع بنسبه 100% يعني، ولكن ديما هذا الحقيقه قليل يعني. اما البي سي ار يعطيني صحيح توا دكتوره؟ هو اذا كان معناتها تم يعني هو نقرنوا احنا البي سي ار مع التحليل السريع اذا كان الزوز نيجاتيف تقريبا نسبه 100% مش يكون معناتها سلبي، ولكن كما قلت فما ديما نسبه ضئيله من معناتها اللي فوق نيجاتيف ما فماش حاجه بريمون تقريبا 100% تحقيق. الاهم من هذا الكل هو انا ديما نقول اذا كان على الاقل بالنسبه للحالات الايجابيه اللي كان معناتها الاعراض يعني بسيطه ومش مقلقه وكل شيء عادة يعني ما يقلقش، هو احنا بالنسبة لنا مش معناتها أهم حاجة أنه يعني العلامات وأنه يكون الإنسان في على الأقل مش حالة خطيرة. عادة الحالات الخطيرة حقيقة ما شفناش أنه هنالك حالات خطيرة وكانت معناتها التحاليل نتاعهم سلبية زي ما سجلناش. بالنسبة للدور التلقيح والتلقيح مهم، أنت ذكرت سيادتك بدون التلقيح يعطي نسبة يعني حالات بسيطة وهذه معناتها لاحظناه. وبرشا خيين يقولون معناتها احنا بالنسبه لي انا راني مرت بها كنت ملقح وكل شيء، خاصه بالنسبه للجرعه الثالثه، جرعه التعزيز المناعي هي مهمه، هذاك علاش ندعو الى القيام بالجرعه الثالثه لمعناتها حث المناعه باش يكون على الاقل المناعه يعني خير من جرعتين وخير من جرعه واحده. هذه دعوتنا للحفاظ واحترام البروتوكول الصحي دكتور، هذاك احسن حل وارخص حل للتوانسه الكل باش نبداو واضحين، والاقبال المتواصل على عمليه التلقيح الجرعه الاولى الجرعه الثانيه والجرعه الثالثه، ونزيدوا نستحفظوا لروحها ان شاء الله شده وتزول موجه عاشه للعالم الكل، واحنا لازمنا نتكيفوا معها بكثير من الحذر والوقايه وان شاء الله تكون باخف الاضرار. دكتور عماره الجملي الحقيقه سعيد جدا بحواري معك اليوم، مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان، كان هذا تحقيقنا اليوم في زوم سانتي. زوم سانتي. زوم سانتي. اهلا وسهلا بكم في زوم سانتي، تحقيقاتنا الميدانيه والعلميه والطبيه بامتياز، تحيين حول الوضع الوبائي في ولايه القيروان، هذا واكثر الوضعيات باش نعرفوها في حوارنا اليوم مع دكتور عمارة الجملي مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان. دكتور اهلا وسهلا.